أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز كتابة بعض معاني الكلمات على المصحف إذا كان خاصا للشخص؟ لا لا يجوز أن يكتب على المصحف، لا على غلافه ولا في داخله، بل المصحف يجرد من الكتابات ولا يكتب عليه شيء. نعم، حتى إن المحققين من العلماء كرهوا كتابة الأعشار والأجزاء وأسماء السور، كرهوا ذلك لئلا يختلط القرآن بغيره، ويريدون أن يجرد المصحف فلا يكون فيه إلا كلام الله عز وجل. نعم.